السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. يوم عندنا لعبة الكابيتال أوبس، اللعبة خرافية، أدمنت عليها، ألعبها من أكثر من شهر تقريبا. كانت في نسخة الكلوزد ألفا والآن أصبحت في نسخة الأوبن ألفا. اللعبة تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسلحة، خرائط، مو بالخرائط الكبيرة لكن تضاف الأسلحة مع كل تحديث، وأيضا خرائط مع كل تحديث. الأسلحة كلها مفتوحة، الخرائط مثل خرائط طوكيو، برشلونة، وأمستردام، اللي هسه راح نجيها بالتفصيل. الأسلحة تقدر تعدل عليها، تضيف لها السكين أو المنظر الخاص بالأسلحة. من ناحيتنا الروم أو الخرائط، فهي بنظام السيرفرات أو الروم اللي هم يسمونه روم. عندنا الروم مع اللي أمام الروم هي الخريطة، فعندنا أمستردام، طوكيو، وبرشلونة. تقدر تنشئ الروم أو السيرفر الخاص بك، تحدد الحد الأقصى للأعضاء وأيضا سرعة البينج. هنا راح ننضم إلى الخريطة طوكيو. طوكيو اليوم ضافوها بهذا التحديث الجديد، فممكن أني متأخر بالتحديث، ممكن اليوم ضافوها، لكن أنا اليوم شفت طوكيو، خريطة طوكيو. راح ألعب طوكيو. اخترت هذا السلاح عند الأم كي كلاشينكوف، ما نعرف كلاشينكوف، فهذا السلاح اللي اخترته. راح نلعب اللعبة. اللعبة خرافية صراحة، تشبه لعبة الكونتر سترايك. فإذا لعبت كونتر سترايك على الحاسبة ما راح تشوف اختلاف كبير، فمتعود على نفس الأسلوب. اللعبة خرافية، الجرافيك جميل، أحلى شيء باللعبة إنه حجمها جدا صغير بالمقارنة بالجرافيك اللي تحصله. الأداء اللعبة حجمها أعتقد 25 إلى 48 ميجا بايت. اللعبة ما بيها تطور القصة، فقط تطور أونلاين، يعني فقط تلعب على الأونلاين. تقدر تتراسل اللايف مع أعضاء الفريق اللي تلعب وياهم من خلال أيقونة المحادثة بالأعلى. أيضا إذا قتلت باللعبة ما تقدر ترجع إلا بعد أن ينتهي، أما يموت كل أعضاء فريقك أو أعضاء فريق الخاصم، يلا تقدر ترجع للعبة من جديد. فهي اللعبة جميلة جدا، أدمنت عليها. أنا كنت ألعبها لما كانت بالكلوزد ألفا، اللي كان فقط أشخاص محددين يقدرون يلعبون اللعبة ويدخلونها كتستر أو مختبر. فقط هذا لما كنت ألعبها قبل أكثر من شهر. الآن أصبحت أوبن ألفا، الكل يقدر يحملها، تقدر تحملها أنت وتلعبها الآن، موجودة على الجوجل بلاي. أكو بعضكم يعرفوها، لعبيها على الفيسبوك، تقدر تلعبها من خلال الفيسبوك أيضا. فاللعبة جميلة جدا، كل الأسلحة مفتوحة، ما عندك يجبرونك أن تشتري أو يجبرونك أن تدفع. فهدفهم أنه مو بي تو وين، مو ادفع حتى تفوز، فقط تقدر تشتري سكيل للسلاح الخاص بك إذا حاب، مو إجباري. فالوحيد الشيء الوحيد تقدر تشتري بها اللعبة. هاي خريطة طوكيو، أنا أول مرة ألعب خريطة طوكيو مثل ما قلت لكم. هسه راح أحول على خريطة برشلونة، ما متعود على هاي الخريطة، راح أحول على خريطة برشلونة. طبعا الخرائط مثل ما قلت لكم، المابات عندنا ثلاثة، طوكيو، برشلونة، أمستردام. أنا أكثر شيء أحب برشلونة، خريطة برشلونة جميلة. أيضا عندنا خريطة أمستردام أيضا جميلة، فراح نلعب خريطة برشلونة الآن. النظام الفريقين هو التيرست والكونتر تيرست. التيرست هم الإرهابيين، والكونتر تيرست هم الفريق السوات أو مكافحة الإرهاب. راح أختار الكونتر تيرست، هم أكثر. فمهمة الكونتر تيرست راح أختار السلاح، طبعا راح أختار الأمفور، سلاح هنا الأمفور قوي. الكونتر تيرست مهمتهم أنه يقتلون التيرست كلهم، وأيضا يمنعونهم من زرع القنبلة. التيرست مهمتهم، تقدر تنضم لأي واحد من الفريقين طبعا. التيرست مهمتهم انه يزرعون قنبلة او يقتلون كل اعضاء الفريق المنافس. اذا زرعوا قنبلة لازم تفككها انت. فهي النظام ماكو طور قصة، فقط طور اونلاين، يعني اللعبة فقط اونلاين. فهي نظام التيرست والكونتر تيرست. اللعبة جميلة جدا صراحة، ادمنت عليها. هذه الخرائط اللي موجودة، ماكو مشكلة لاج أو كونكت سيرفر أو ديسكونكت سيرفر، ما يفصل عندي سيرفر أبد حتى لما ألعب بينك، يعني رديء جدا. فهاي طبعا اللي قاعد ألعب ويا أعتقد أمريكان، لأن البينك مالتهم 93 وأقل. فهي لعبة الكابيتال أوبس، أعطوني رابط أسفل الفيديو بالوصف. هذا كل شيء كان عندي في هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو خلينا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.